حدد صدقة في كل ليلة من ليالي العشر هل ينال وأخرجها، هل ينال بذلك أو يرجى له أن يكون قد وافق ليلة القدر في صدقته؟ نعم، هناك خلاف فقهي في فضيلة الأعمال ومضاعفة الأجر فيها، هل هو خاص بالقيام في العشر؟ نعم. لحديث من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو أنها تشمل الأفضلية جميع الأعمال، والأظهر شمولها لجميع الأعمال لما ورد في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: يا رسول الله، رأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل هذا على فضيلة الدعاء، وما دام أن الفضيلة تجاوزت القيام إلى غيره من الأعمال كالدعاء، فظاهره أن هذا يشمل جميع الأعمال الصالحة. وقد قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا وردنا سؤال عبر